أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء، ربنا سبحانه وتعالى قرر ما يحرم على الرجل أن ينكحه من النسب ومن الرضاع. من ضمن هؤلاء بقى قال والمحصنات من النساء، يعني يحرم على الرجل أن ينكح أي امرأة متزوجة. كلمة حصنة، الكلمة دي حصنة معناها المنع، ومنها المنع الحصن. فترد هذه الكلمة في القرآن ومعناها المتزوجات، يعني المتزوجة يبقى اسمها محصنة، وتأتي ومعناها العفيفة، محصنات غير مسافحات يعني عفيفات، وتأتي ومعناها الحرة. هتيجي بقى هنا معناها الايه؟ الحرة مش الأمة، ماشي كده؟ والمحصنات أي ويحرم عليكم أن تتزوجوا بالمحصنات من النساء، ولكن في نوع من أنواع المحصنات يجوز ليكم أنكم تتجوزوه. الست، في ست متجوزة يجوز لك أنك تتجوزها، اللي هي ايه؟ ملك اليمين. يعني مثلا جيش المسلمين بقيادة أمير المؤمنين دخل على جيش الكفار فقال لهم اسلموا تسلموا، يعني يا جماعة احنا مش عاوزين قتال، انتوا تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعلمكم ونسيبكم، انتوا تحكموا نفسكم زي ما انتوا عاوزين. قالوا لا احنا هنفضل كفر. تدفعوا الجزية؟ قال لك لا مش هندفع الجزية. طب نحارب؟ اه نحارب. نحاربهم بقى، لما نحاربهم وننتصر عليهم ايه اللي بيحصل؟ كل رجالتهم وكل ستاتهم وكل عيالهم اللي ما تقتلوش يبقوا سبايا ويبقوا عبيد عند الايه؟ عند المسلمين. كل واحد بقى من اللي حاربه يطلع له سهم، سهمين ثلاثة في ذمته. مثلا طلع في حقه مثلا ثلاث ستات، الثلاث ستات دول كانوا متجوزين، متجوزين ناس، الناس دول موجودين في ذمتهم، يعني استبرئها بحيضة. يعني ايه؟ يعني العدة بتاعتها تبقى ايه؟ حيضة واحدة، وبعد تلك الحيضة يجوز لصاحبها انه يعاشرها مع انها محصنة، يعني متجوزة. يبقى هنا بيقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايه؟ ايمانكم. طبعا الست العادية العدة بتاعتها ثلاث ايه؟ حيضات او ثلاث اطهار، والتي مات عنها زوجها العدة قد ايه؟ اربعة واشهر وعشر ايه؟ والست اللي خلعت جوزها، والست اللي ايه؟ اللي خلعت عدتها حيضة واحدة، عدتها ايه؟ وما يحدث في المحاكم من نظام الخلع ده مش صح، مش صح. يعني مثلا في المحاكم يقول لك ايه؟ الراجل يجي، الست عاوزة تخلعه، الست عاوزة ايه؟ تخلعه. الصح بقى ان القاضي يقول له ايه؟ تدفعي الفلوس اللي عليك ويخلعك، تدفع المهر. فلو الراجل وافق ياخد المهر وخلاص وانخلعت، انما لما وافقش لا يملك القاضي ان هو يخلعها او يطلقها منه، ده ما يبقاش اسمه خلع، يبقى اسمه طلاق. يعني القاضي له حق انه يطلقها، انما ملوش حق انه يخلعها. خدت بالك؟ فخلي بالك من النقطة دي. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني طبعا بعد المحرمات دول ربنا أحللكم كل الستات اللي بعد كده، بس في نوع من النساء
ما ذكرش في القرآن هذا النوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. يعني لا يجوز ان الواحد يجمع ما بين واحدة وبين عمتها في جواز واحد ولا بينها وبين ايه خالتها، لان ذلك قطع للايه للأرحام. فما استمتعتم به منهن، واحد متجوز ثلاثة، متجوز كام؟ ثلاثة، وحب يتجوز الرابعة، يجوز انه يتجوز ولا لا؟ واحد متجوز ثلاثة وحب يتجوز اخت واحدة من الثلاثة دول، يعمل ايه؟ يطلق اللي هي اختها ويتجوز، مش مشكلة، حتى لو اختها في العدة، حتى لو اختها في الايه؟ انما لو واحد بقى متجوز اربعة، واحد متجوز دي اربعة وحب يتجوز واحدة خمسة، نقول له طلق واحدة من ايه؟ من الاربعة، بس طول من الواحدة دي اللي من الاربعة لسه في عدتها ما ينفعش انك تتجوز ايه؟ واحدة من الايه؟ لانك ممكن تراجعها. وفي ناس قال لك لا ممكن يتجوز واحدة خمسة، لانه لو اتجوز الخمسة ديت وهي ديت في عدتها حرمت عليه، عدتها كده خلصت ما تقدرش ترجع تاني. فهمت الحتة دي؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين يعني هنا عفيفات، غير مسافحين يعني غير زناه. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تلذذتم به من هؤلاء النساء، فآتوهن أجورهن، أي فآتوهن مهورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني لو انت كاتب للست مثلا 10,000 جنيه مهر مثلا، يجوز لك انك بعد ما تكتب لها كده تديها حاجة من عندك زيادة، ويجوز ليها ان هي تسيب لك حاجة. ان ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما ايه حكيم. الآية اللي بعد كده، ومن لم يستطع منكم طولا، يعني اللي معهوش فلوس، أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا يعني العفيفات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه؟ يعني واحد معهوش فلوس يتجوز واحدة حرة، بس معاه فلوس يتجوز أما. بس عيب الجوازة دي انه اي عيل الأما دي هتخلفه هيبقى ملك يمين، هيبقى ايه؟ هيبقى عبد لسيدها. يعني لو واحد راح لواحد عنده أما قال له جوزني الأما اللي عندك، قال له ماشي هتدفع مهر كام كذا، مين اللي هيقبض المهر؟ السيد. وكل عيل هتخلفه هيبقى ملك مين؟ السيد. فدي جوازة صعبة قوي، جوازة ايه؟ زائد ان السيد ده ممكن يبوظ عليك جوازة. ازاي؟ خلي بالك، ما هو السيد ده اول ما يجوزها ما يعاشرهاش، ما ايه؟ ما يعاشرهاش، بس لو جه ممكن يبيعها، ممكن ايه؟ فلو باعها او حررها ممكن يبيعها، ممكن يحررها، يعني ممكن يروح يقول لها ايه اذهبي فانت حرة، او بقت حرة. اول ما تبقى حرة تخير هل تفضلي على الجوازة ولا ما تفضليش. لو هي اختارت تفضل على الجوازة تفضل، ما اختارتش
خلاص العقد يبقى باطل. شفت بقى؟ يعني ممكن هو واحد يتجوزها من هنا ويروح محررها من ايه؟ وانت بقى يعيش مع نفسك. ولذلك ربنا ما أحلش هذا الجواز إلا بشرطين، ومن لم يستطع منكم طولا، أدي أول شرط إنه إيه يكون مش قادر. وأخوة الشرط الثاني بيقول إيه بقى؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني الكسر، عنة يعني كسرة، يعني لازم تكون هتخاف على نفسك من الزنا، يبقى معكش فلوس وخايف على نفسك من الزنا. والشرط الثالث أن تكون مؤمنة، أن تكون هذه الأمة إيه؟ يعني ما تنفعش أنك أنت تتزوج أمة من إماء أهل الإيه؟ الكتاب. يبقى إذن بيقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ليه؟ والله أعلم بإيمانكم. شفت دي؟ والله أعلم بإيه؟ يعني لازم الإيمان. بعضكم من بعض، يعني لازم تكون مؤمنة برضو. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالإيه؟ بالمعروف، محصنات غير مسافحات. كلمة محصنات هنا معناها عفيفات، غير زناه، غير ولا متخذات أخدان. أخدان يعني أصحاب، يعني ما تاخدش واحدة صديقة لك وتنام معاها بقى وتبقى دي صديقتك. فهمت؟ فإذا أحصننا، لأن الإماء عادة بيخرجوا ويدخلوا كتير، ما بتقدرش انت ايه، يعني انت مثلا عندك اما، انت متجوز اما بس سيدها قال لها روح اعملي كذا، تروح تعمل. يعني هي مراتك بس خدامة عند مين؟ فهي عرضة للزنا، عرضة لان اي حد ايه داخلة خارجة رايحة جاية. ولذلك لو هي تزوجت ووقعت في الزنا ايه اللي بيحصل؟ ما نرجمهاش. هنا بيقول ايه؟ فاذا احصننا فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني لو واحده محصنه يعني متجوزه او عفيفه، لو زنت يبقى ايه العذاب بتاعها؟ نرجمها، صح؟ بس هل الرجم له نص؟ ملوش نص. انما لو كانت مش متجوزة بنضربها 100 صوت، ال100 صوت دول نصهم كام؟ 50. يبقى لو كانت اما واتت بفحشاء نضربها كام عصاية؟ كام جلدة يعني؟ 50 ايه؟ ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير إيه؟ ربنا مش عاوز يكتر العبيد، فبيقول لكم يعني لو أنت تصبر أحسن لك، ما تتجوز واحدة إيه؟ وكأن الزواج من الإماء ذنب. ولذلك ربنا في آخر الآية بيقول والله غفور إيه؟ رحيم. والله غفور إيه؟ وكأنه إيه؟ ذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو واحد عنده أمة ما يجوزش ان هو يتجوزها، يعني ما يقولش ايه يا فلانة تعالي انا هتجوزك، خدي مهر وانا هتجوزك، ما ينفعش. عاوز تتجوزها لازم تحررها، لازم ايه تحررها وبعدين تتجوزها. فهمت؟ والله اعلم. أيوة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات اللي هم الحرائر، يبقى هنا بقى معناها إيه الحرائر؟ يبقى تيجي كلمة محصنات ومعناها الحرائر،
ومعناها العفيفات ومعناها المتزوجات. والله أعلم.